عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات وافكار ايمان. اليوم ان شاء الله غادي نصيبوا تحليه ايطاليه الباناكوتا، غنصيبوها ان شاء الله بلا كريم والحليب والفريز. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والتحضير ديال هذه التحليه، فرجه ممتعه. غنحتاجوا سيترو ديال الحليب وسيترو ديال لا كريم فريش، 3 د المعالق كبار ديال مايزينا، وربعة د المعالق كبار ديال السنيدة. بالنسبة للسكر كيبقى حسب الذوق، ممكن تزيدو ممكن تنقصو. وعندنا هنا كيس ديال الفاني. ناخدو كسرونة ونضيفو ليها الحليب، ونحاولو نضربو هاد الخليط مزيان. رديت الكسرونة على نار مهيلة وغنبقاو نحركو حتى يتقى لينا الخليط. الخليط هاو بدا كيتقال، غادي نتفاو عليه لأن مازال غادي يعقد من بعد. خديت لي فيغين لي غادي ندير فيهم الباناكوتا، وهنا بعد ما حيدتها من الكسرونة غنحاول نعمر الكويسات. كملت هنا لي فيغين بالتمر، غادي ندخلوهم للثلاجه حتى يقبطوا راسهم، وغادي ندوزو نصايبو الكولي ديال الفريز. الكولي غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفريز اللي قطعتو هكذا طريفات، 4 المعالق كبار ديال السكر. كي قلت لكم من قبل يعني السكر كيبقى اختياري، ممكن ديرو حتى قل او اكثر. عصير ديال حامضه ومعلقه كبيره ونص ديال المايزينا وجوج كيسان ديال الماء ما عامرينش. ناخذ مولينكس ونديرو فيها الفريز. بسم الله، غنطحنوا هذا الشيء مزيان ونتلاقاو. خديت كاسرونه ودرت فيها الصفاي، وغادي نكبو فيها الكولي ديالنا. هما الشوائب زولناهم، غادي نضيف واحد المعلقه ما عمرهاش ديال الفاني بودغ. ممكن تعوضوها باي نسمه، بفرومبواز، اي حاجه بغيتو تضيفو. ممكن ما ديرو حتى شي حاجه، تكتفيو غير بالفخاز. غادي نحركو الفاني حتى يتخلط، وغادي نشعل عليه على نار مهيله ونحركو مزيان حتى يعقد لينا الكولي. والخليط ديالنا ها هو عقد. خرجت الباناكوتا من الثلاجه، ودابا غادي نضيف ليها الكولي ديال الفريز. بسم الله، دابا غادي ندخلهم الثلاجه ان شاء الله حتى يبردوا مزيان ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. الباناكوتا ها هي بردات مزيان. نتمنى منكم تجربوا الوصفه، والى عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك وبارطاجيو. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.